أهم التحديات الذي نواجهها في المنطقة هي الجفاف، الأزمة، أزمة المشتقات النفطية. الحروب هذه هي أدت لنا إلى أزمة فظيعة. هناك بيكون المزارع عندها عجز في الحارث أو في المزارعة، فأكثر المزارع عندها بيجروا الحقول. الطبق الذي بنحضره هذا هو نسميه يعني بأسماء ما سموه آبائنا وأجدادنا، الطبق بيكون اسمه الهريش. بنغلي الماء ونضيف القمح لحق الوجبة هذه إلى المغلي، ونضيف الملح ونحركه لحتى يجهز. طبعا التنوع مهم، طبعا بالنسبة للمحافظة البذور هي شيء أساسي، حتى إذا جاء المزارع أنه يستلف من جاره أو من أخوها المزارع. مشروع الأنواع المحلية الموسم القادم يعني شاركنا في عدة أنواع للقمح وزرعناه ونجح المشروع هذا، يعني متميز بوجود القمح الذي اختبرناه انه يعني متميز في انتاجه ومقاوم للعطش ومقاوم للمناخ ومقاوم لكل شيء. يعني طموحاتي وامنياتي من المشروع انه يكون عندنا مخازن للبذور هذه بحيث نستفيد ونكثف البذور فيها هذا ونخزنها، بحيث ان احنا عندما نزارع تكون موجوده عندنا تلقائيا اخذها والمزارعه، لذلك تبقى عندنا الامور متساهله للمزارعي واخذها من عندنا وهي قريبه لنا.